الشيخ حمدان وضعنا في تحدي، وتحدي مو طبيعي. العاده كل سنه يكون التنظيم لسباق القفال قبلها بشهر، صح؟ هذا هو اللي العاده اللي تعودنا عليه احنا قبل شهر رمضان. هاي الفتره اللي بقول لك، نعم، الفتره يعني دائما الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه ويغفر له، يعني كنا نزوره ونختار التاريخ. سبحان الله، حتى هو عنده يعني عنده دفتر صغير يعرف التاريخ اللي هو مناسب. يمكن احنا نختار تاريخ يقول لا انتم اختياركم خطا، ويختار لنا التاريخ. سبحان الله، نختار التاريخ ويكون السباق ناجح. فهذا الاختيار يعني اللي كنا قبل ننظم السباق قبلها بشهر، اليوم خلال اسبوعين الشيخ حمدان بنفسه هو سالني، قال لي احمد شو بسوي بالقفال؟ قلنا له طال عمرك الوضع لنا الحين مش معروف. قال انا اتحمله. وسبحان الله، في كل لقاء التقي معاه يقول لي احمد شو تنظيمكم لسباق القفال؟ يعني كان متابعه مستمره. خلال هذا الاسبوعين يعني اشتغلنا كفريق مع الشركاء الاستراتيجي، اللي انا من هالمنصه اشكرهم جزيل الشكر، ان خلال اسبوعين قدرنا هذا التنظيم النظمه، وان شاء الله نسعى لتحقيق النجاح باهر. دائما تلقين يا استاذ احمد. الله يطول عمرك. الله يسلمك.